عناوين الصحف اللبنانية لليوم الاثنين 26 شباط 2024. صحيفة النهار: الأزمة المطلبية تنفجر، رواتب الموظفين عالقة، الاعتراض السوري على الأبراج اعتداء على السيادة، ملامح اتفاق في غزة، ونتنياهو يفصل بين الهدنة ورفح. صحيفة نداء الوطن: لا للحرب بلا لكن، إنقاذا لبقايا جمهورية الركام، حوار بري يحشر في زاوية التشاور، إسرائيل تؤجل عودة نازحيها إلى تموز. صحيفة الجمهورية: حراك داخلي وخارجي يستعجل الرئيس، أوكرانيا وغزة وجنوب لبنان وبحر الأسرار، الحل بالدولتين في لبنان أيضا. صحيفة اللواء: الرواتب مهددة نهاية الشهر والدولة عجزة عن زيادات خارج الموازنة، مبادرة الاعتدال تحرك الركود الرئاسي، والتدمير المتبادل يمتد إلى البقاع بعد الضربات الحدودية، صفقة التبادل تلازم بين الترتيبات ووقف العدوان والانسحاب. صحيفة الأخبار: مفاوضات التهدئة، المقاومة تكبح التفاؤل، جبهة الجنوب سباق الحرب ولا حرب، العدو نحو مخاطرة غير محسوبة. صحيفة الديار: تحريك المياه الراكدة رئاسيا، أمال محدودة بإنجاز الاستحقاق، حزب الله العدو لن يأخذ بالسياسة ما لم يأخذه بالقوة، إسرائيل تهدد، أي هدنة في غزة لن تسري على لبنان. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.